اقتحام وتدنيس المسجد الاقصى النهارده من مسؤول الامن القومي للاحتلال الاسرائيلي، ورد مصر والدول العربيه على اللي حصل. خبر يهمك مع احمد مطاوع. من ايام فاتت نزل بن جفير مسؤول الامن القومي للاحتلال الاسرائيلي تغريده بيعلن فيها اقتحامه للمسجد الاقصى في مشهد استفزازي لمشاعر العرب والمسلمين. الاقتحام استمر لمده 13 دقيقه في الاقصى. وقال ان كل شهر هيكون موجود في الاقصى وهيعمل اقتحام جديد. الله، ده مش همه حد بقى. مصر والدول العربيه نزلوا بيان برفضهم لاقتحام مسجد الاقصى من الكيان الصهيوني. ايوه، يعني الناس دي عايزه ايه؟ الناس دي بيمهدوا ان الصهاينه يكون لهم الحق ان يخشوا يصلوا في الاقصى. لازم يكون في تحرك عاجل من كل الدول العربيه والاسلاميه ضد الكيان الصهيوني واللي عمله، لان اللي حصل النهارده ده لو اتسكت عليه هيتمادوا. الاحوال هي الرب الاصلح.